السلام عليكم، أهلا بيكم في الرسالة التانية. طيب، أولا أنا بشكر كل الناس اللي بعتت لي إيميلز، اللي رسلتني على الفيسبوك، أي حد بعت لي الشغل بتاعه أنا بشكره جدا، وشكرا جدا يا جماعة الاهتمام. ما توقعتش الصراحة أن أنا نص الفولورز عندي وكلهم معماريين. الصراحة ناس كتير جدا بعتت لي الإيميلز، أنا بصيت عليها تقريبا كلها، بس يعني بسرعة، يعني ما ركزتش في كل حاجة بالظبط. في كام ايميل يعني في ناس معينة يعني عملت شغل معين، او الشغل اللي انا محتاجه عملوه او مش عملوه، يعني هم عاملينه اوريدي او مرندرين بطريقة معينة، فهو ده اللي انا محتاجه. دول ان انا هتواصل معاهم ان شاء الله بعد الاجازه بتاعتي من مصر، عشان الناس بس ايه ما تقولش يا عم ده بقاله اسبوع في التاني في التالت وما ردش علينا. لا، انا بس يعني واخد اجازه 3 اسابيع من يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، هكون فيهم في مصر، وبعدين باذن الله لما ارجع اول حاجه هعملها هي الشركه. بعد كده الناس اللي انا عملت يعني استار على الايميل بتاعها، ان انا يعني عشان افتكر يعني مين اللي عمل الشغل اللي انا محتاجه، هتواصل معاهم بالايميل وهنحدد ميعاد للانترفيو. هو الانترفيو هو يعني كل فكرته ان انا في بس كام حاجة في دماغي هنوضحها مع بعض، تمام؟ لو احنا كطرفين خلاص موافقين عليها خلاص، يبقى ان شاء الله يعني هنكمل مع بعض، تمام؟ مبدئيا هو واحد بس اللي انا هختاره. انا يعني ما شاء الله جالي زي ما انا قلت ناس كتير جدا، للاسف مش هقدر اخد منهم غير واحد بس، اكتر واحد يعني اشوف ان هو مناسب وبس، ما فيش غير كده يعني. فالموضوع يعني هيطول شويه، يعني نقول لغايه ممكن من يعني بعد اول اسبوع من سبتمبر، لان انا كنا لسه راجع، لنص سبتمبر، تمام؟ يعني بنتكلم من دلوقتي تقريبا شهر شهر وكم يوم كده يعني، تمام؟ الناس ما تقلقش، انا بس حبيت اعمل لكم فيديو اطمنكم مش اكتر من كده، تمام؟ لو في اي استفسارات من هنا لغايه ان شاء الله لما نيجي نعمل انترفيو او ما اعرف بصفه عامه يعني، اكتبوا لي في الكومنتس تحت، ونلقاكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد قريب باذن الله. شكرا، يوم طيب وجميل عليكم، سلام.